قصة مقولة الفاروق: نفر من قدر الله إلى قدر الله. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سافر من المدينة المنورة إلى بلاد الشام ليتفقد جيوش الإسلام المرابطة في بلاد الشام، وكان معه بعض أصحابه. عندما وصل إلى مكان يقال له سرغ، مكان في وادي تبوك من أرض الشام، وكانت تبوك تابعة لأرض الشام والتي كانت تحت الحكم الروماني، وأرض الشام هي الدول الأربعة: الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان. لقيه أمراء الأجناد والجيوش الإسلامية أبو عبيدة عامر بن الجراح وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ومعاذ بن جبل وشرحبيل بن حسنة وغيرهم، فأخبروا عمر أن وباء الطاعون قد وقع بأرض الشام، فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين، وهم الذين صلوا إلى القبلتين بيت المقدس والكعبة، فأتوا فاستشارهم في أمر وباء الطاعون الذي حل بأرض الشام، فاختلفوا فيما بينهم، فقال بعضهم لعمر: قد خرجت يا أمير المؤمنين لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم الآخر: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم وتدخلهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني، أي قوموا من أمامي. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فأتى الأنصار فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين وقالوا مثل ما قالوا، واختلفوا كذلك كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، أي كبار قريش الذين أسلموا وهاجروا يوم الفتح إلى المدينة المنورة. فدعوا فأتوا فأشاروا على عمر برأي لم يختلف منهم عليه رجلان، بأن يرجع بالناس ولا يقدمهم على هذا الوباء. ثم قام عمر ونادى في الناس: إني مصبح، أي في الصباح، على ظهر، أي راكب على راحلتي، فأصبحوا عليه، أي جهزوا أنفسكم وهيئوا رواحلكم للسفر في الصباح. فقال أبو عبيدة عامر بن الجراح: أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، أي لو غيرك قالها من الذين لا علم عندهم ولا فقه. يا أبا عبيدة، إنا نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، أي جهتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ وبعد هذا اللقاء وهذا الاجتماع الطارئ بين عمر وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قادة الجيوش وأصحاب المشورة، جاء الصحابي عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته خارج خيام الجيوش، فسمع بالذي دار بين عمر وباقي الصحابة بشأن وباء الطاعون، فقال: يا أمير المؤمنين، إن عندي في هذا علما، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به، أي بالطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فلما سمع عمر بحديث رسول الله حمد الله، ثم انصرف عائدا إلى المدينة المنورة بعد أن وفقه الله بالمشورة مع الصحابة لفعل الأصوب للمسلمين. أورده البخاري في صحيحه وابن هشام في سيرته.